أعزائي المشاهدين، أهلا بكم في فقرة جديدة من قرآنيات. نفتح التلفزيون، نسمع الشيوخ، نسمع المسلمات، نسمع المسلمين يقولوا لنا إن الإسلام كرم المرأة، الإسلام اللي حرر المرأة، الإسلام اللي رفع شأن المرأة، ونبص كده نلاقي حاجات خطيرة جدا. المرأة بتتضرب في الإسلام، المرأة بتتربط في الإسلام. أهلا بك يا أخي مالك. أهلا بك. شو المفاجأة؟ المرأة يعني إيه ده؟ مفاجآت ما؟ مرأة تتضرب وتتربط ويقولوا الإسلام حررها. حررها؟ هو لا. فعلا الإسلام حررها من الحرية. رائعة الملاحظة، فعلا الإسلام حررها من الحرية، والدليل سورة النساء الآية 34 اللي بتقول بتعطي المسلم حق إن المرأة نشزت، بين قوسين نشزت، فيحق لرجل أن يبتدئ في أن يعظها ثم يهجرها بلسانه. والبعض يقول أن الهجر يعني ربطها، يعني ربطها هو ده الربط بقى. نعم. ثم بعدين الهجر في المضاجع، يعني بمعنى النفي في المضاجع، وبالأخير الضرب. شكل من أشكال الحرية اللي بيقدموها المسلمين. المرأة الناشز في الإسلام هي على سبيل المثال المرأة التي ترفض أن تمارس الجنس مع الزوج، تعتبر ناشز. من حق الرجل أن يمارس هذه الأمور الأربعة، العظة ثم الهجران ثم الضرب. إذا المرأة تصرف بأي تصرف اعتبر خارج إرادة الزوج تعتبر ناشز وتستحق هذه العقوبات. فتدريجية الإسلام أن المرأة إذا رفضت الخضوع لزوجة فيبتدئ بالكلام التوبيخي ثم ينتهي في الضرب. يبتدي بالكلام بالشتيمة مثلا أو التوبيخ، وبعدين ثم ينتهي بالضرب. طب الربط بقى إمتى؟ ما الربط هو بأحد المراحل. رح نقف عن عبارة واربطوا وهجرهن. وهجرهن. الهجر، شوفي أعطيكي، البعض قال إني ما لا تتبادل مع الحديث. فقط يعني إني أنت قاطعها في الكلام، ولكن يهجرها بلساني ويغلظ لها بالقول لا يدع جماعها. اعتبر إني حتى لو قاطعة لا، يعني لا يجوز أن يترك جماعها لأنه هذا حق له حق. أما التفسير الثاني أن يقول وهجرهن يعني اربطهن، على مبدأ أن باللغة العربية هجر البعير، هجر البعير إذا ربطته صاحبه بالهجار، الهجار أي الحبلة. فكثير من المفسرين الأوائل يسمحون وما زالوا إلى اليوم يسمحون للرجل أن يربط زوجته بمبدأ أن وهجرهن تعني ربط الحمار، هجر البعير أي ربط الحمار بالهجار. يعني وصلوا المرأة بأنها تربط كالحمار. وفي شهادات عند كثير من الطبيبات، أظن حتى في مصر وأنا بعرفها في سوريا، عن حالات عندما كانت المرأة ترفض يعني العلاقة الجنسية مع زوجها، كان الرجل يقوم بربطها بناء على هذا الحكم الذي سمعه من الشيوخ ويمارس معها جنس بحجة أن هذا أمرا حقا مشروعا له. في التفسير الأولاني يا أخي مالك بيقول إن الهجر يعني ما يكلمهاش، طب ما كده هتقول بركة يا جامع، ده بيضيف لها يعني الجزئية دي من حقها، يقول بركة يا جامع إنه أنا مخصماه ومش عايزاه، فإذا هجرني فهتبقى من حقي إسلاميا يعني. يعني التفسير الثاني هو اللي يستقيم مع العقل أكتر. بل الممارسة الفعلية، وحتى أعطيكي مثال آخر، بنروح بتفسير الزمخشري. أو هذا ليس رأي الزمخشري، رأي أورده علماء، أورده الزمخشري. يقول معناها أكرهن على الجماع وأربطهن. كثير يعني من علماء جماع ثم أربطهن، إذا قاوموا نعم اغتصاب شرعي، يعني بناء على الإسلام. المرأة في الإسلام ليس لها حق في جسد، أنت تعلمين، بغض النظر بوجود الرباط الحبل أم بعدم وجوده. لا يوجد أي يعني حق لها، عندما يشاء الرجل يجب أن تلبي نداء غريزتي فورا. هذا تفسير موجود عند العشرات من التفاسير، يتبناه كثير من العلماء، وإلى اليوم حتى الآن يستخدم في العالم العربي والإسلامي. شكرا أخي مالك. أختي المسلمة، هل دي الحرية اللي أنتوا بتقولوا عليها أن الإسلام حرر المرأة؟ هل ده إكرام المرأة أنه يربطك ويجامعك
غصب عنك بآية بيقول عليها من السماء. شكرا جزيلا أخي مالك، نلقاكم في فقرة جديدة من قرآنيات. شكرا جزيلا.